في البداية مبروك. الله يبارك في عيلتك. ايه الشعور اللي انت حاسه بيه دلوقتي في يعني بعد الحصول على المركز الخامس على مستوى الجمهورية؟ اكيد فرحانة جدا وفخورة جدا بأسرتي ومدرستي اللي وقفوا جنبي لحد ما وصلوني، وحاسة بإيد ربنا انها وقفت جنبي جامد وساعدتني جدا، وحاسة قد ايه كرم ربنا وان هو مبيضيعش تعب اي حد بصراحة. إيه طب انتي كنتي بتذاكري في معدل كام ساعة في اليوم؟ بصراحة مش بقتنع بان هو كام ساعة في اليوم قد ما قدر التركيز بتاع الواحد في العدد الساعات، لان هو لو ذاكر عدد ساعات مثلا ممكن نقول مثلا 6 ساعات او كده بتركيز، افضل من ان هو يذاكر 16 ساعة مثلا من غير تركيز. يعني اهم حاجة يكون مركز في الحاجة اللي هو بيعملها ومتقن جدا فيها. يعني الكم الكيف مش الكم، التركيز على الكيف مش الكم. تمام. كان في حد مثلا اعلى ليكي في المذاكره بينصحك بيرشدك؟ طبعا ماما كانت دايما بتنصحني اذاكر ازاي، وطبعا اختي الدكتوره مارينا كانت بتساعدني، وطبعا يوسينا اختي الصغيره كانت برضو بتساعدني في اي حاجه اطلبها منها، وهم بصراحه كانوا واقفين جنبي، هم اللي كانوا بيقدموا لي كل النصايح واي حاجه انا محتاجاها. انت قلتي اختي يوسينا اصغر منك، ازاي كانت بتساعدك؟ يوسينا كانت كل الحاجات اللي بحتاجها كانت بتعملها لي، مثلا كنت محتاجه اي حاجه كانت هي تروح تشتريها لي كده، يعني كانت واقفه جنبي جامد، وكانت لما اتضايق او كده كانت هي بتيجي تقعد معايا وتقولي لا ربنا يقف معاكي وكده، يعني كانت برضو بتساعدني. يعني انت كنت متوقعه ان ممكن تطلع من الاوائل يا شيرين ولا؟ او انا كنت بحلم بكده من بدايه السنه، بس بصراحه ساعتها النتيجه ما كنتش متوقعه. طب انت كنت بتاخدي دروس ولا؟ كان في مواد كنت باخد فيها، لان في مواد بتحتاج متابعه كتير وحد يسالنا عن الواجب والدراسه ومستمرين ازاي في الماده عشان خاطر ما نضيعش الوقت بتاعنا وكده، او ما نركنش الماده الوقت كتير. انا عرفت انك الابتدائيه والاعداديه كانت في مدرسه لغات خاصه لغات. لا كانت مدرسه حكومه بس لغات. لكن ثانويه لا ما كانش لغات. طب يا ترى ده فرق معاكي ولا؟ في البدايه في اولى ثانوي كان الموضوع كان متعب شويه في التحويل، ان انا كنت بدرس كل حاجه بالانجلش اتحولت فجاه العربي، فده كان متعب شويه، بس بعد كده عادي. طبعا المدرسين هناك بيقدموا كل المساعدات وكل حاجه اللي احنا بنحتاجها، اي اسئله هما بيجاوبوها لنا، اي شرح بيشرحوا لنا مره تانية، فقدرت بكده. وطبعا مساعده البيت قدرت ان انا ابقى عادي كاني كنت في مدرسه عربي واكمل عادي. طيب ايه النصيحه اللي تنصحيها للطلاب المرحله الجايه السنه الجايه الثانويه العامه، تقول لهم ايه عشان يتفوقوا ويطلعوا من الاوائل زي كده؟ احب اقول لهم الاول ما تخافوش من الثانويه العامه وتعملوها الرهبه الفظيعه اللي الناس عاملاها، لا دي حاجه مش صعبه قوي زي ما الناس فاكره، هي بس محتاجه تركيز وجهد وتعب، وان احنا نحل ونركز في اللي احنا بنذاكره كويس، وهي مجرد معلومات بنعرفها حلو عشان لما نروح الامتحان نقدر نجاوب بطريقه كويسه. انصحهم ان هم ينسقوا في اجابتهم لما يجوا في ورقه الاجابه في اخر السنه، وانصحهم كمان ان هم يخليهم دايما مع ربنا ويحطوا ربنا دايما قدامهم، وكل ما يجوا ويحسوا ان هم خلاص وتعبوا وخلاص مش قادرين تاني، لا ممكن يغيروا جو ويتقوا بقى ليهم، وربنا دايما مبيضيعش تعب اي حد.